بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم The Mechanical Equivalent of Heat or Joules Constant، المكافئ الميكانيكي الحراري أو ثابت جول. البربس أو الغرض To determine the mechanical equivalent of heat or determine Joules Constant through an electrical method. الأبراتوس أو الأدوات: كالوريوميتر، covered with built-in stirrer and heating coil، DC source، rheostat، ammeter، voltmeter، thermometer، stopwatch and balance or analytical balance. من المعروف أن قانون حفظ الطاقة، أن الطاقة لا تفنى، أو قانون بقاء الطاقة، أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. في هذه التجربة سيتم تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية، ومنها نحسب المكافئ الميكانيكي بطريقة كهربية، أو نحسب ثابت جول بطريقة كهربية. The work done، أو الشغل المبذول بواسطة الطاقة الكهربية لنقل وحدة الكهربية، نقل التشارج من نقطة إلى أخرى، هو عبارة عن الفولت أو عبارة عن البوتنشيال ديفرنس، اللي هو فرق الجهد، أي أن الـ V تساوي W على Q أو W، اللي هو الورك دان أو الطاقة الكهربية، الطاقة الكهربية تساوي الـ V في الكيو. وحيث أن التيار الكهربي هو عبارة عن المعدل الزمني لنقل الشحنة، أو the time rate of flow of charge، أي أن الـ I تساوي Q على T، أو الـ Q اللي هي الشحنة تساوي الـ I في T. يبقى إذن الـ W بالتعويض عن قيمة Q في المعادلة رقم واحد، يبقى إذن الـ W تساوي I V T. يبقى إذا مقدار الطاقة الكهربية تساوي الـ I اللي هو شدة التيار الكهربي في الـ V اللي هو فرق الجهد في الـ T اللي هو الزمن. وحيث أنه بزيادة التيار الكهربي تزيد الطاقة الحرارية المنتجة بواسطة الهيتر، فإن مقدار الطاقة الكهربية تتناسب تناسبا طرديا مع مقدار الطاقة الحرارية، أي أن W تتناسب مع دلتا Q، يبقى إذن W تساوي J دلتا Q، يبقى إذن J تساوي W على دلتا Q، حيث J اللي هو ميكانيكال إكويفلنت أوف هيت أو الجولز إكويفلنت أو جولز كونستانت. وحيث أن الـ W اللي هي الطاقة الحرارية تساوي الـ I في T، والدلتا Q هي عبارة عن الـ M C دلتا T، الـ Q تساوي الـ M C دلتا T. وفي تجربتنا هذه سيتم تسخين، أو سيتم فقد الطاقة الكهربية بواسطة الماء والكالوريمتري والكالوريمتر، أي أن الطاقة المكتسبة، الطاقة الحرارية المكتسبة بواسطة الماء والكالوريمتر، هي عبارة عن الـ MC دلتا T جيند، أي دلتا Q تساوي الـ MC الـ MW CW زائد MC CC في T final ناقص T initial، اللي هو الفرق في درجات الحرارة اللي عبارة عن الدلتا Q أو كمية الحرارة المكتسبة. وبالتالي فإن الـ J اللي هو ثابت جول يساوي الـ W على دلتا Q اللي بتساوي الـ I V T على الـ M W C W زائد M C C C في فرق درجات الحرارة. يبقى معرفة المعطيات، هذه المعطيات، يمكن إيجاد قيمة ثابت جول. يتم توصيل الدائرة كما بالشكل،
مصدر التيار المستمر، مفتاح، ريستات أو مقاومة متغيرة، أميتر لقياس شدة التيار، فولتميتر لقياس فرق الجهد، وسلك سخان أو هيتر، مقلب، وكالوريميتر اللي هو الانر فازل والاوتر فازل وبينهما عازل أو ايزوليتر. نوصل الدائرة كما بالشكل. باستخدام الاسلاك التوصيل نوصل سلك من احد اطراف مصدر الجهد ب احد اطراف الريوستات او المقاومه المتغيره، ومنها الى احد اطراف الاميتر، ثم من الطرف الثاني للاميتر الى الطرف الاول للسخان، ثم من الطرف الاول الثاني للسخان الى الطرف الثاني لمصدر الجهد. نلاحظ ان الاميتر يتصل في الدائره على التوالي، اما الفولتميتر فانه يتصل في الدائره على التوازي بين طرفي سلك التسخين او الهيتر. نقوم اولا بحساب كتله الماء وذلك بحساب كتلة الكالوريمتر فارغا، ثم وضع كمية ماء مناسبة، ثم حساب كتلة الماء وذلك بحساب الفرق بين كتلة الماء والكالوريمتر ناقص كتلة الكالوريمتر. نقوم أولا بحساب كتلة الكالوريمتر. كتلة الكالوريمتر اللي هو الام سي فارغا يساوي 208 جرام ونص. نضع كمية مناسبة من الماء، هذه الكمية تكفي لتغطية اسلاك او تغطية ريزيستيف كويل او سلك التسخين. ونضع كمية مناسبة من الماء ثم نحسب كتلة الماء والكالوريمتر تساوي 329 جرام. يبقى إذن كتلة الماء تساوي 120 جرام ونص. نقوم الآن بحساب درجة الحرارة الابتدائية اللي هي تي اي او تي انيشيال وتساوي 31.5 درجة. يبقى تي اي تساوي 31 درجة. نضع غطاء الكالوريمتر وبه سلك التسخين الهيتر والاستيرر أو المقلب. ثم نضع الترمومتر في مكانه بغطاء الكالوريمتر. نلاحظ في معادلة أنه يوجد عدة متغيرات. إذا ثبتنا قيمة شدة التيار وبالتالي تثبت قيمة شدة فرق الجهد، فيكون لدينا تي اف متغير درجة الحرارة النهائية وتي سمول اللي هي عبارة عن الزمن. فيمكننا حساب
التي حساب الجي بتثبيت الزمن او بتثبيت درجه الحراره النهائيه، بمعنى ان نسخن، ان يتم التسخين او يتم السماح بمرور التيار الكهربي في المسخن حتى تصل درجه حراره مثلا الى فرق 5 درجات، الى فرق 5 درجات عن درجه الحراره الابتدائيه، ثم نحسب الزمن المقابل او نثبت الزمن، بمعنى ان نسمح بمرور التيار خلال ريزيستيف كويل او الهيتر كويل لزمن مقداره 10 دقائق مثلا، ونلاحظ او نحسب درجة الحرارة النهائية المقابلة لهذا الزمن، او فرق درجات الحرارة المقابلة لهذا الزمن. نقوم اولا بتثبيت قيمة شدة التيار عند 2 امبير مثلا، نشغل الجهاز بعد توصيل الدائرة، وذلك نتحكم في قيمة شدة التيار باستخدام زالق الثيرمو، باستخدام زالق الريوستات او المقاومة المتغيرة. قيمة شدة التيار اصبحت 2 امبير. نقوم بتشغيل الدائرة، وفي اللحظة التي نشغل فيها الدائرة نشغل الستوب ووتش. قيمة شدة التيار 2 امبير، وقيمة فرق الجهد تساوي 4.5 فولت. يبقى إذن شدة التيار تساوي 2 امبير، وفرق الجهد يساوي 4.5 فولت. The specific capacity of water طبعا تساوي 1، والام سي وسي سي لهذا الكالوريمتر، حاصل ضرب كتلة هذا المساعد في الحرارة النوعية لهذا المساعد، تساوي 9. إذا يتبقى لدينا الكرنت فلو تايم، اللي هو زمن تدفق التيار خلال ريزيستيف كويل، والتي فاينل. يجب التقليب كل فترة، حتى تكون درجة حرارة الماء متجانسة. نلاحظ درجات الحرارة ونقوم بالتقليب. نقوم بالتقليب دوريا، نلاحظ أن فرق درجات الحرارة أصبح 5 درجات. عندما يصل فرق درجات الحرارة إلى 5 درجات، نقوم بفصل التيار في اللحظة التي نقوم فيها بإيقاف ساعة الإيقاف، ثم نقوم بعملية التقليب حتى تصل درجة الحرارة من خلال الثرمومتر إلى أقصى قيمة. نلاحظ أن التي فاينل أو درجة الحرارة النهائية بعد التسخين أصبحت 37 درجة. إذن فرق درجات الحرارة هو عبارة عن 37 ناقص 31 درجة تساوي 6 درجات. باستخدام المعطيات التي حصلنا عليها والثوابت، نعوض في القانون جي تساوي اي في تي على ام دبليو سي دبليو زائد ام سي 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 في فرق درجات الحرارة تي فاينل ناقص تي انيشيال، نحصل على قيمة جي والذي يقاس بوحدة جول على كالوري. شكرا.